السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم معانا درس محمد علي من كتاب الدار الحديثه. وقفنا في اخر حاجه عندنا عن حروب محمد علي، لما طبعا الحروب هي حروب الشام الاولى وحروب الشام الثانيه. هنتكلم بعد كده عن تدخل الدول الاوروبيه. طبعا الدول الاوروبيه اضافت خطر محمد علي على التوازن الدولي، فقررت انها تحقق مفاوضات مع السلطان العثماني لوقف نشاط محمد علي او توقف قوه محمد علي، وذلك عن طريق عقد معاهدة اسمها معاهدة لندن كانت عام 1840. طبعا الشروط اللي فرضت على محمد علي في ذلك الوقت هي اعاده بلاد الشام وشبه الجزيره العربيه الى السلطان العثماني. دي نمره واحد. نمره اثنين، تثبيت حكم محمد علي على مصر او على ولايه مصر. اعلان خضوع محمد علي للسلطان العثماني. وبكده محمد علي اضطر ان هو يقبل الشروط. بعد كده عام 1840 السلطان العثماني قام باصدار فرمانين. الفرمان الاول طبعا هو يقضي بحق وراثه محمد علي بين اكبر ابنائه من الذكور لمصر. عندي بعد كده ثم اصدر السلطان العثماني فرمان اخر بولايه محمد علي على السودان، وبكده يكون محمد علي عاد من حاكم الى والي مره اخرى. وبكده نكون هنا درس وننتقل للتدريبات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنكمل بقيه تدريبات الدرس. اول حاجه عندنا طبعا واحد او السؤال الاولاني صوب ما تحته خط. اول حاجه عندنا نظم محمد علي الاقتصاد المصري على اساس نظام، هو كان من الالتزام طبعا الاجابه غلط، نظام الايه؟ الاحتقار. عندي اثنين، انشا خشب باشا القناطر الخيريه او القناطر على شكل او على نهر النيل، هنقول طبعا ده مش خشب باشا، ده محمد علي. ثلاثه، انشا محمد علي الطباعه الاماريه في طبعا هروب بولاق. اربعه، اهتم طبعا البرديسي بتامين الطرق البريه والبحريه كما اهتم باصلاح المياه، طبعا هنشيل البرديسي ونكتب مين؟ محمد علي. بعد كده ننتقل للسؤال الثاني، ضع علامه صح وعلامه خطا مع التصويب. نمره واحد، تضاءل نفوذ علماء مصر والقيادات الشعبيه في عهد محمد علي، هنقول الاجابه فعلا صح. اثنين، انشا محمد علي المدارس الحديثه ومنها الزراعه، والاجابه فعلا صح. ثلاثه، اهتم محمد علي بترجمه كتب العلوم المختلفه، هنقول الاجابه فعلا صح. أربعة، إنشاء محمد علي لسنة بحرية في أسوان لصناعة السفن، طبعا الإجابة خطأ لأن هي مش في أسوان، هي كانت في بولاق ثم الإسكندرية لصناعة السفن. بعد كده ننتقل للسؤال الثالث اللي بتمثل الاهتمام بالتنظيمة الإدارية في عهد محمد علي، قالوا طبعا لكي يكن له السيطرة أو يكن له السيطرة الكاملة على شؤون البلاد. السؤال اللي بعد كده، حروب محمد علي في الجزيرة العربية، طبعا دي كانت حروب بأمر من السلطان العثماني، لأن هنا طبعا كان في حرب اسمها الحركة الوهابية، وكان محمد علي مكلف من السلطان العثماني للقضاء على الحركة الوهابية اللي كانت تضغط في الانتصار على الدولة العثمانية. بعد كده حروب اليونان، برضه نفس الكلام برضه لحروب المورا أو ثورات المورا اللي كانت موجودة هناك، ذهب محمد علي الجيش طبعا للقضاء على ثورة المورا بسبب رغبتهم في الانتصار عن الدولة العثمانية. طبعا نيجي نتكلم بعد كده عن حروب محمد علي في السودان، طبعا دي للحصول على مكاسب سياسيه واقتصاديه وعسكريه، اما بالنسبه لحروب الشام فهي ربطوا فيه الانفصال عن الدوله العثمانيه بعد توتر العلاقات ما بينه وما بين السلطان العثماني. من اربعه، تدخل الدول الاوروبيه امام ازدياد نفوذ محمد علي، لانها شعرت محمد علي يمثل خطرا كبيرا على التوازن الدولي. كده نكون هنا تبقى.